2012 مفهوم. حاولت تقدم اخلاء سبيل؟ كثير، لانه ما معي مصاري. انا ادفع للمحامي بده 200,000 و300,000 المحامي، منين انا معي؟ طيب هذا زلمه شغيل عامل، بعدين مسكوني انا وجاي عن طريق لبنان بالأمانة. قال انت مطلوب ليش مطلوب؟ طيب هلا السيد وزير العدل امبارح كان طالع التلفزيون عم يقول اللي ما معه الموكل اللي ما معه مصاري يدفع اتعاب محامي، نحن بنوكل المحامي. في حدا وكل لك محامي؟ ما حدا وكل لي محامي، ولا حدا اطلع فيني، ولا حدا اجى يمي ابدا نهائيا. ولو كمان عندي لي ابن وحيد، لله ما عندي غيره. ما بعرف والله اذا القلم اذا الكاميرا اللي بايدك اساءت للدوله، نحن اسأنا للدوله، ما اسأنا للدوله باي شيء. حسبنا الله ونعم الا كلها تظلم بظلم، شغله محض افتراء وكذب، كلها تضليل لعلنا. شو عملنا نحن؟ لحملنا سلاح وقتلنا ضد الدوله ولمشينا ضد الدوله. انا زلمه عامل فقير، الا انت عندي حريم، عندي ست بنات انا بدهم ياكلوا بدهم خبز، ما عندي غير ابن واحد.